خلينا نطمن على تمرينه الاهلي النهارده بدون توقف، استمرار طبعا لضغط المباريات وتواليها. من بعد انبي امبارح عندنا مباراه جمعه ان شاء الله امام الطلائع، من بعدها الاثنين مع سيراميكا، ومن بعدها نبص على نهائي دوري الابطال. زميلنا كريم احمد موجود في النادي الاهلي، خلينا نطمن منه على تمرينه النادي الاهلي، ونطمن كمان على اللعيبه اللي كانت غايبه، ونطمن على علي لطفي واصابته واخر اخبار موعد عودة أو جاهزية علي لطفي مرة تانية. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك زميلي العزيز احمد سبير، تحياتي ليك وتحياتي ايضا كمان لضيوفك نقابنا الرياضيين وكل جمهور النادي الاهلي. خوف من الاصابات، خوف من الاجهاد، خوف من ضغط الماتشات، واحنا رايحين يمكن على اهم واصعب مواجهه خلال الموسم الحالي مع الوداد في دوري الابطال. نتكلم على برنامج مارسيل كولر، ازاي اتعامل مع التمرينه بتاعه النهارده. نتكلم على، عايزك تطمني كمان على علي لطفي، تقول لي لو عندك اخبار من دكتور احمد ابو عبله عن شكل او حجم اصابته وموعد عودته. يعني طبعا بالتاكيد فتره صعبه ومهمه جدا، تلاحم غير طبيعي ووقت ضيق جدا، بيتطلب مجهود كبير من الجهاز الفني، بيتطلب تركيز اكبر كمان من اللاعبين، لان هي مرحله واحده من اصعب المراحل في هذا الموسم من مباراه بطوله الدوري العام، وبتحضر كمان بالذهن وبالفكر وبالرغبه الكبيره لمباراه نهائي البطوله الافريقيه. لكن كالعاده زي ما الحقيقه الجهاز الفني معودنا واللاعبين، يعني هي مباراه بكل متغيراتها بكل ما فيها، بتتقفل بتبدا تبص على المرحله القادمه، وهي تحديدا بقى مباراه طلائع الجيش القادمه. شفنا التكتلات الدفاعيه وشفنا تضييق المساحات، امور بتكون صعبه جدا، لكن الحقيقه الامر المفرح جدا ان النادي الاهلي يعني الريتم بقى اكثر من رائع، وده يعود للجهاز الفني مستر كولر اللي يمكن ما فيش زي ما الراجل ما قال، ما فيش يعني حد لا اساسي وحد احتياطي، الراجل بيتعامل مع الكل، لكن هي متطلبات مباريات بيوظف بشكل مميز جدا في بعض الامور. ويمكن اكدنا كمان التغييرات مش عشان اللعيب ما بيبقاش مميز او ما بيبقاش موفق في المباراه، على قد ما كمان الجي بي اس والهيت ماب اللي اكدنا عليها واتكلمنا عليها ليها دور كبير جدا في تغيير اللاعبين. الراجل بيتابع تيتسيان مخطط الاحمالي دور مهم جدا في هذا الامر، بنشوف الناس بتقول كولر هيغير في الدقيقه 70 الدقيقه 60، الامور دي كلها امور علميه، ده امر مهم جدا زي ما اكدنا قلنا، بيبقى في قسوه شويه على بعض اللاعبين ان هي ممكن ما تبقاش موجوده او ان هي تطلع من الملعب، لكن المصلحه كلها هي للنادي الاهلي والهدف كله للنادي الاهلي. عشان كده ان شاء الله بنتمنى كالعاده من مستر كولر، الروتيشن مهم جدا، تدوير مطلوب في المرحله القادمه، شفنا عدد من اللاعبين غاب الفتره اللي فاتت الحقيقه، او تحديدا المباراه الاخيره كهربا ومنعم مش شحات. انا هبدا معاك بكهربا النهارده، يمكن كهربا متواجد في التدريب، بيشارك في التدريب الجماعي بكل قوه ان شاء الله باذن الله يكون متواجد في مباراه يوم الجمعه، ايضا كمان منعم بيشارك في التدريب الجماعي بكل قوته، لكن حسين الشحات اللي شفناه النهارده بيواصل عمليه التاهيل، ومن الواضح حسين يكون ايضا كمان خارج مباراه طلائع الجيش القادمه، لان انت عارف زميلي احمد هي تدريب النهارده وتدريب الاساسي غدا هيكون تدريب، يعني مش هيبقى في جرعه تدريبيه كامله للاعبين على قد ما الراجل هيحاول ان هو يضع كل التكتيك والامور البسيطه، فمن الواضح ان حسين هيغيب عن المباراه القادمه. علي لطفي يعني مش هنقدر نقول حتى هذه اللحظه الحقيقه، يمكن طبيب النادي الاهلي احمد ابو عبله يمكن في اشاعه اتعملت لكن لسه في وقوف على الحاله، لكن اقدر اقول لك ان علي مش هيكون متواجد في مباراه طلائع الجيش، هي مش هنقول شد ولا ماذا، هنقول يمكن اجهاد في العضله الخلفيه حتى هذه اللحظه فور الاعلان من طبيب النادي الاهلي احمد ابو عبله، لكن علي لطفي مش هيكون متواجد في المباراه القادمه طبقا طبعا للحاله النهارده، عدم وجوده في التدريبات، تدريب تدريب الغد ايضا كمان شفنا النهارده مصطفى شوبير ايضا كمان مخلوف، في دعم كمان من قطاع الناشئين بعدد من الحراس، عشان التدريب بشكل عام محتاج جرعات تدريبيه، محتاج ان يكون في عدد من حراس المرمى، امر صعب شويه على ميشيل ياناكون على الجهاز الفني، لكن ثقتنا كبيره جدا جدا في مصطفى شوبير وفي مخلوف ايضا كمان. مصطفى شوبير الحقيقه يعني من الحراس الموهوبه جدا، عنده ثقه كبيره جدا في نفسه، عارف قيمه النادي الاهلي وقيمه هذه المرحله، فمش محتاج ان احنا نحفز مصطفى شوبير ولا ايضا كمان مخلوف، على قد ما محتاجين ربنا يوفقهم بمشيئه الله في المباراه القادمه، وايضا كمان مباراه سيراميكا كيلوباترا. الامور طيبه جدا، رامي ربيعه ايضا كمان عايز اطمنك عليه النهارده، متواجد في التدريبات، متواجد في الجديه، شفناه ايضا كمان المباراه الماضيه ما شاركش، لكن باكد لك على جاهزيته، اي وقت هيكون متواجد رامي ربيعه ايضا يطلبه الجهاز الفني هيكون متواجد، هي بس القصه كلها في علي لطفي والشحات اللي بنعمل ان شاء الله الاصابه ما تطولش شويه، لان احنا محتاجينهم الفتره القادمه. اللعيبه النهارده كلها اتمرنت مع بعض ولا كان في برنامج مختلف للعيبه اللي لعبت ماتش امبارح واللعيبه اللي ما شاركتش؟ لا يعني يمكن مستر كولر بعد المباراه على طول يعني بيبعد شويه كل اللاعبين اللي هي بتشارك في المباراه بشكل كامل، او كل اللعيبه اللي شاركت في المباراه بقوه 90 دقيقه بالكامل، النهارده يمكن مركز هو على كل المجموعه الثانيه، اللعيبه يمكن خدت مقطص ثلج النهارده ريكفري بسيط، لكن كل المجموعه اللي ما بتشاركش هتاخد جرعه تدريبيه كامله، هو الراجل مركز شويه على هذه المرحله، لكن كل اللعيبه لابد تكون جاهزه، ده امر مهم جدا، الجديه في التدريبات مهمه بنشوفها الحقيقه في التدريبات، توفيق ربنا سبحانه وتعالى بنامله يكون مع كل اللاعبين، الحفاظ على بعض، لكن التركيز زميلي احمد على المجموعه يمكن
في هذا التدريب على المجموعه اللي ما شاركتش. الراجل النهارده هيعمل تقسيمه، هيعمل بعض الامور، لكن ادى راحه للجميع على امل يكونوا متواجدين بمشيئه الله غدا في تدريب فريق النادي الاهلي في تمام السابعه قبل طبعا الدخول في معسكر مغلق. هيكون تدريب بالنسبه لفريق النادي الاهلي مهم جدا، هيقف على كل الامور الخاصه بالتكتيك، طريقه اللعب، التشكيل، المهام اللي بيطلبها اللاعبين. يا رب ان شاء الله يكون في استيعاب كبير جدا من لاعبي النادي الاهلي من المهام اللي بيوظفها الحقيقه مستر كولر، وايضا كمان توفيق ربنا يكون معانا بمشيئه الله في مباراه الاهلي ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز كريم احمد من داخل نادي الاهلي.